نصف داعش غادرت سوريا والعراق والبعض يريد أوروبا. نصف تنظيم داعش هزم تقريبا وخرج من سوريا والعراق. في تقرير الأمم المتحدة إن 30,000 مقاتل، نصهم يعني 15,000 مقاتل، غادروا سوريا والعراق. طيب ال 15,000 مقاتل دول هيروحوا فين؟ طبعا بعضهم هيروح دول عربية، احنا أكبر مجموعة عربية موجودة في تنظيم داعش من تونس، إنما في مجموعة من مصر، في من السعودية، في من كل دولة عربية، من ليبيا، من الجزائر، من المغرب، تقريبا كلنا مساهمين للأسف الشديد كدول عربية ببعض العناصر اللي موجودة في تنظيم داعش. السؤال، ال 15,000 اللي في تنظيم داعش دول اللي خرجوا راحوا فين؟ بعضهم هنا، بعضهم أوروبا. هذا هو الجديد. رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بيقول إنه جزء هيروح أوروبا، خطورة هذا الجزء ما يلي: نمرة واحد، إن هو أكتر من الناس اللي رجعوا قبل كده. نمرة اتنين، إن الجزء ده أكثر كفاءة في القتال وأكثر شراسة وأكثر خطورة من الجزء اللي قبل كده. يبقى إذن العائدون من داعش إلى أوروبا أكثر عددا وأكثر خطورة، لأنهم تمرسوا في القتال في سوريا والعراق. إذا هزيمة داعش وخسارتها لأراضي في سوريا والعراق، ده معناه إنه في خطر على دول هيروح منها المهزومين أو فلول داعش، هيتجهوا إلى هذه الدول ويلحقوا بها الأذى والضرر، وبقت أوروبا مستهدفة في موجة جديدة من فلول داعش أو العائدون من داعش أو نصف داعش التي هزمت وخسرت أراضيها في سوريا والعراق.